انا دلوقتي عايز اليد ربنا غير الحقيقه يدوروا على اللي يقعد يتكلم معاه اللي يتكلم ما اعرفش سعيد عثمان ما اعرفش ولا جيت معاه ولا اعرف انت ما انا قلت حجاج موجود وسعيد موجود يا حاج وصف مش اسره واحده يا اسره واحده حياتي ان انت هي مش اسره واحده وحياتي هي مصلحه وحياتي على القلعه احنا ما لناش مصلحه 11 اسره انا هضحك عليه صحابات الورث ايه احنا صحابات الورث احنا صحابات الورث احنا صحابات الورث احنا مننا على عزيز شرح الشارع ويقول لي اسوانا دي كانت شارع يا جماعه انا معمول هو الحاج احمد سليمان عارف ان هم اربع اسره انا اسالوا الراجل ده امتى هيتم تعويض الاسره دي بشويه اسره واحده دلوقتي لما نوصل للحقيقه ربنا يسهل لا طيب تمام الشقه موجوده حضرتك وعدتهم وعدتهم تديهم شقه ما قوم يسكنوا ايه الاهالي بتقول ان انت رئيس الشعب كده رئيس على دماغنا هو اي حد على دماغنا بس يراضينا دوت بقاله كام سنه يراضينا يابا ما يقولش اسره واحده ايه ما يقولش اسره واحده انت عايز ايه هو افترى موجودين اسفل الكوبري قالوا ان انتوا قلتوا ان انتوا هتعوضوهم بشقه الكلام ده من كام سنه ده حصل من كام سنه مش قلتش استاذ عواد الحي كله كان هيولع له لحظه يعني كل من كان تحت الكوبري هيتم تعويض من السكان اللي كانوا تحت اللي كان موجود ومحصور في موجود في حي المطريه اكيد هيتسكن ان شاء الله واللي مش محصور ايوه احنا بنلف وندور على ايه احنا بنقول الحصر ده قريب لسه قبل اسبوعين ثلاثه في شهر 12 يعني في حصر معمول من محافظه القاهره ومن حي المطريه فهنرجع للحصر وكانت في شرطه موجوده اثناء الحصر يعني مش كلامي ولا كلام اي حد مش كلام اللي هيمشي ولا كلام الحصر الفعلي اللي عملته بحوث الاسكان هو اللي هيمشي طيب بالنسبه للكوبري يعني عمليات الازاله هتتم امتى ما بدات ما انت شايف اهو دلوقتي المواد العرب موجوده بدات تقطع في الحديد اللي موجود بدات تشتغل في توجيهات صدرت ليهم بعمليه ازاله الكوبري على وجه السرعه والبدء في انشاء باكيات جديده السيد المحافظ وصل الموقع الحادث الصبح السيد النائب المهندس ابراهيم محلب وزير الاسكان كل المسؤولين اللي يعنيهم هذا الحدث كانوا متواجدين الجهات الامنيه كلها كانت متواجده من فجر هذا اليوم الموضوع الناس كلها واخد اهتمام ربنا ييسر الامور ان شاء الله